صباح السعادة والأمال عليكم أعزائي المشاهدين وين ما تكونوا. صباح متميز راح نقضيه معكم مع فقراتنا لهذا اليوم. صباح الخير منا. صباح الخير حيدر. صباح الخير مشاهدينا وين ما تكونون وتتابعونا. راح نروح أكيد إلى شوارع بغداد ونستمتع بها مباشرة. مشاهدينا وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بالتعرف على حالة الطقس من بغداد وعموم مناطق العراق لليوم وحتى الأيام القادمة. معنا على الهاتف المنبأ الجوي حيدر حبيب. صباح الخير حيدر. صباح الخير حيدر. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهديكم. حيدر، ما هي التوقعات لحالة الطقس اليوم والأيام المقبلة؟ بكل سوء بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم لبلادنا الحبيبة، سوف يكون الطقس المنطقتين الشمالية والوسطى صحوا مع بعض القطع من الغيوم، وذلك لتأثرهما بامتداد مرتفع جوي من شرق تركيا. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية سوف يكون الطقس فيها غائم جزئي وفي بعض الأحيان غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة فيهما، وذلك لتأثرهما بامتداد منخفض جوي من شرق الجزيرة العربية. أما بالنسبة لدرجات الحرارة سوف تكون مقاربة لما سجل يوم أمس، أي سوف تكون مقاربة لدرجة 24 درجة مئوية. الرياح على العموم سوف تكون شمالية وغربية خفيفة لمعتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، هذا في المنطقتين الوسطى والشمالية. أما بالمنطقة الجنوبية سوف تكون الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتراوح سرعتها من 5 إلى 10 كيلومتر بالساعة. بالنسبة لمدى الرؤية هو كل معتاد في الطقس الصحوي يتراوح من 8 إلى 10 كيلو متر. نعم. لكي تكون لدى المشاهد فكرة عن درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد اليوم أمس كانت 24 درجة مئوية. أما بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى اللي نتوقعها في بغداد لهذا اليوم سوف تكون 25 درجة مئوية بإذن الله، أي سوف تزداد درجة واحدة. بالنسبة لدرجة الحرارة الصغرى التي سجلت في مدينة بغداد لهذا اليوم صباح هذا اليوم الساعة 6 صباحا كانت 7 درجات مئوية وهي أقل من المعدل بثلاث درجات. هذا بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم. أما بالنسبة للحالة الجوية اليوم غد سوف تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من شرق تركيا الذي ينحسر تدريجيا بعد الظهر لتقدم امتداد منخفض جوي من البحر المتوسط. يكون الطقس في المناطق كافة سوف يكون صحوا يتحول تدريجيا بين غائم جزئي إلى غائم مع فرصة لتساقط ذخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانا في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والشمالية ليلا. أما بالنسبة لدرجات الحرارة سوف ترتفع قليلا عن اليوم السابق. الرياح سوف تكون متغيرة اتجاه، خفيفة السرعة، تتراوح سرعتها من 5 إلى 10 كيلومتر بالساعة، تتحول تدريجيا ابتداء من الأقسام الغربية من البلاد إلى جنوبية شرقية جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة. مدى رؤية في الطقس الصحوي يتراوح من 8 إلى 10 كيلومتر، وفي المطار من 5 إلى 7 كيلومتر. هذا ملخص الحالة الجوية لهذا اليوم ويوم غد مع أطيب تحياتي لك. المنبأ الجوي حيدر، شكرا جزيلا لك. أحبتي المشاهدين، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنمر، نعم نمر طليق يتجول في أحد أكثر شوارع الدوحة ازدحاما في العاصمة القطرية، ودفع الفيديو المتداول وزارة الداخلية القطرية إلى التغريد على حسابها على موقع تويتر لطمأنة الناس حول ما تم تداوله بشأن النمر الهارب، وأكدت أنها تتابع ما يجري تداوله بشأن مشاهدة نمر في البلاد. طالب المواطنون أيضا بمحاسبة صاحب هذا النمر الطليق ووضع ضوابط لتربية الحيوانات المفترسة، في حين اعتبر البعض الأمر مؤشرا خطيرا على إتاحة تربية الحيوانات المفترسة في المنازل. في
الندوة بس يجنن. بعد صغير ترى هذا مو كبير يعني. أعتقد يعني بعد أحس تو يشكل خطر أو بعد لكم سنة يمكن يلا. يس تو بس مجرد إنه بس واحد يعني يشوفه فعلًا يعني يخاف بس منظر روعة يعني. هذا من فصيلة النمور اللي تمتاز بكبر حجمها يعني. النمر الهندي والنمر البنغالي على ما أعتقد هذا بنغالي يعني من طبيعة الخطوط اللي موجودة على جسده تمتاز بكبر حجمها يعني شايفه هو كبير. فعلًا مخيف يعني منال يعني طوله أكثر من مترين ونص إذا مو 3 أمتار وارتفاعه متر عن الأرض وما أقول لك وزنه. بس شكله روعة بصراحة يعني واحد أكيد يعني مو كل الناس تقدر إنه تحويها بالبيت تكون إنه مربية لها بس بالتالي إنه شيء كلش حلو بصراحة يعني. شيء يعني ممكن إنه يضيف لك. بس يكون عندك على الأقل يعني بستان مثلاً وتربي بيها هي ومكان واسع وطبعاً مأمنية إنه هاي الحيوانات ما تهرب يعني خارج الحديقة أو البستان أو على الأقل خارج الباص. بخاف من الكلب يطلع لي. مشاهدينا أكيد كما عودناكم أيضاً في كل يوم من حلقات برنامج صباح الخير نذهب إلى فقرة المرور حركة السير في الشوارع في شوارع بغداد. اليوم حركة المرور مع ضيفنا الدائم عبر الهاتف عقيد المرور محمد الزيدي. راح نأمن الاتصال معه ونسأله على حركة المرور والشوارع والطرق اللي تكون هي مسدودة أو حتى ما مسدودة بالعكس انسيابية السير فيها. سيادة العقيد موجود معنا على الهواء. عقيد محمد صباح الخير. صباح الخير عقيد محمد. البارحة تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي انه اذا كنت تتابع الان اكو نمر كان يتجول بشوارع الدوحة العاصمة القطرية. إذا ما هاي الحالة أصبحت في بغداد يا ترى رجل المرور كيف راح يتعامل مع هاي الحالة؟ والله حيدر احنا يعني بدون نمر يعني هتصير كارثة عندنا تعرف انت بعد في بغداد. نعم نتمنى السلامة حيدر. شكرا لك زملائنا في الاستوديو كل المشاهدين الكرام. يعني حركة السير والمرور اليوم يعني صراحة ممتازة جيدة جدا لكن يعني انفرد في شغلة مهمة جدا يوم بعد عملية بغداد او عزلة كل مداخل بغداد حيدر. اصبحت عندنا تعرف كثافة السيارات الكبيرة الدخول السيارات الصغيرة اليوم جنابة وعز وثلاث قوات الطرق وعملية الألبية الى مداخل بغداد مع المرور العامة طبعا حتى تصير انسيابية جدا عالية. راح يكون التدقيق قبل السيطرة يعني التدقيق والتفتيش بالنسبة للرياض قبل السيطرة ممتاز. حتى كلها يدخل في المحافظات تكون انسيابية عالية جدا. ذلك يعني أهمية كبيرة أنظل هذا الموضوع من الصباح الباكر باشرة وإخوانكم يعني الجيش ورجال المرور بالتنسيق في هذه مهمة. ممتاز عقيد محمد. على ذكر مداخل بغداد اليوم أمس أصحاب البسطيات مع الوتر الرشيد يعني قاموا بتظاهرة على الشارع العام على ما أعتقد يعني على خلفية أنه تنظيم وجود بسطياتهم بأماكن محددة. يعني كيف تم التعامل مع هذه الحالة؟ صحيح حيدر شك هذولا اللي سألهم بسطيات طبعا احنا كنا يوميا نريد نزيحهم. نعم بسم بالله العظيم احنا مرة نعرف واحد لكن مؤثرين على السير بشكل حيدر يعني بيطلع من كسر بغداد الكبير باتجاه الدورة راح يشوف عرقلة السير راح يشوف وقوف وين تتفاجئ بناس تسوق هذول بدل ما يوقفون حرصي حيدر تدوا الى نهر الطريق وهذا طريق دولي مهم طريق يربط بغداد. احنا بالتاكيد مو مع قطع رزق اي احد اي مهنه من المهن عقيد محمد لكن المساله يحتاج لها شويه تنظيم ايجاد اماكن بديله ايجاد فد نظام او ترتيب معين يخدم سائقي المركبات والمارين بالشارع ويخدم ايضا هؤلاء الباعه ورزقهم. صحيح احنا وياك حيدر انا شخصيا فد يوم طورت حمله هذا المكان نازلين على نهر الشارع يا اخوان صعدوا على الرصيف هي يعني مو عمتر يمكن الرصيف لكن هم مصرين ان تكون بسطياتهم وعرباتهم على نهر الطريق. لذلك الامانه طبعا بالتشكيك مع قياده عمليه بغداد ازاحوهم فسمعت انه مدير عام بلديه الرشيد قريب عليهم راح يقولون لهم حل في اكو ساحه بعد ابو سير اعتقد راح يدخلون بها ما متاكد من الخبر لكن ان شاء الله اوافيكم اذا صار. حركه سير المرور طبعا مركز بغداد رصافه الموقف جيد فقط عندنا كثافه كانت الصبح في الشعب منطقه الشعب وتسير الشعب بالوقت الحاضر جيد جدا. مركز بغداد رصافه ايضا موقف جيد تحرير الطلاني الاعظميه الموقف جيد
بغداد الجديدة ومدينة الصدر شرق بغداد. كان الموقف قسم من الموقف طبعا بازدحام. الكرخ دائما احنا نقول حركة كثير مرور اعتيادية، لكن تشهد سيطرة ام الطبول قريب منطقة الزوراء، منطقة اليرموسي الحديد اتجاه المنصور، هذا كثير ماشي هو بسبب السيطرة، لكن بعض التقاطعات موقف جيد يعني حركة السير والمرور الاعتيادي. نعم. طيب عقيد محمد، سمعنا انه مديرية المرور العامة راح تتخذ اجراء او راح تصدر تعليمات جديدة بخصوص تسجيل المركبات والارقام. فعلا المرور العامة راح تبدي تبيع ارقام لسائقين المركبات؟ حيدر، هو القرار يوم امس طلع من مجلس الوزراء، هذا طبعا قرار مجلس الوزراء وليس المرور العامة، لكن ينسى التفاصيل ما بالعكس. اذا حيصير على السنتر، يعني كل سنتر مثلا 500,000، 4 سنتر مليونين، 6 سنتر 3 ملايين وهكذا، لكن انا ما اقدر اعطيك التفاصيل لانه تعرف هاي من مده قرار تحتاج الى تعليمات من مدير المرور العامة. ان شاء الله خلال الثلاث اربع ايام الجايه اكيد قناه المدى الموقع راح تكون اول قناه نشرح بها التفاصيل. يعني ما عندك فكره عن الاسعار اللي راح تبيع بيها مثلا الدوله؟ نعم بالضبط راح نعطيك التفاصيل كامله، لكن فقط اذكر يوم امس الخبر انه راح يتوقف المشروع الوطني في بغداد وكل العراق من يوم غد، ماكو فقط الالماني بس، الاجازات مستمره حيدر، زيارات الخصوصي الاجره الاخرى كلها مستمره ما عدا الالماني المشروع الوطني بالتاجيات والحسين. نعم. شكرا جزيلا عقيد محمد على ايضاح هذه النقطة. نعم. مشاهدينا، نتعرض في جميع مراحل الحياة العديد والعديد من الفيروسات والبكتيريا كجزء من آلية الدفاع لدينا. ينتج الجسم أضدادا لمساعدة في مكافحة العدوى. إذ كان لديك أضداد فيروس أو بكتيريا معينة فأنت طبعا أكيد ممتنع وحاصل على التطعيم أو ممنع، وتساعد الأضداد في منع أو الحد من الإصابة بالعدوى مرة أخرى. عن الالتهابات التي تصيب الأطفال معنا على الهاتف الدكتورة نضال إبراهيم. صباح الخير دكتورة نضال. صباح الخير دكتورة. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. نعم دكتورة، كيف نحمي أطفالنا من الفيروسات اللي تسبب الأمراض؟ صراحة هو احنا بس خلينا نعرف أنواع الالتهابات اللي تصيب الأطفال في الأعمار اللي هم أقل من 5 سنوات. هي عندنا التهاب فيروسي، عندنا التهاب بكتيري، وعندنا مرات التهابات يسموها التهابات اللي هي فطريات. نعم. أيضا هذه تصيب الأطفال بهذا العمر أكثر من بقية الأعمار. الالتهاب الفيروسية عادة هي تنقل عن طريق أخذ الأشياء، عن طريق الفم. نعم. أو عن طريق التنفس، يعني عن طريق واحد الرذاذ، واحد يعطس أو واحد يبوس الطفل. هاي الشغلات هي تنقل عن طريق هاي الأشياء، وأيضا نفس الوضعية اللي هي تنقل بيها البكتيريا، نفس الـ يعني نفس العامل اللي هي ينقل بيه تنقل بالجهتين إلى الأطفال. تمام. لكن احنا شلون نقدر نعرف انه هذا التهاب فيروسي او التهاب بكتيري؟ عادة الالتهاب الفيروسي طبعا يبدي بشكل عادة تبدي ايضا عند الطفل عند ازداد الحرارة مالته. نعم. لكن تكون الحالة العامة مالته جيدة، شوفي لا مثلا بس تنزل حرارته شوية يبدي ياكل، يبدي يلعب، يبدي يداول اعمال البقية، من تبعد الحرارة مالته مرة ثانية شوفي لا يتعب هاي الحالة. بينما بالالتهاب البكتيري لا، الطفل يكون تعبان، يتعب من البداية. تمام. نعرف انه هذا الالتهاب بكتيري طبعا ايضا ما نقدر نقول 100%، بس يمكن هاي العلامات الاساسية الا اذا سوينا تحليل درع حتى نعرف انه هل هو التهاب بكتيري او التهاب فيروسي. نعم. طبعا الالتهاب الفيروسي كلنا نعرف انه ما يحتاج نهائيا استعمال المضادات الحيوية اللي هي هسه بتستعمل صراحة بشكل واسع جدا، طبعا هذا خطأ لأن بعدين راح نشوف إنه هاي تقلل مناعة الطفل. مثل دكتورة؟ نعم. مثل؟ مثلا فرضا مرات نشوف إنه الطفل بس شوية يسخن صار عنده رشح بسيط، رأسا بدون الأنتيبايوتيك، بدون مثلا أمفيسيلين، الأموكسيل شراب، الأريثرومايسين شراب. دكتورة نضال، طيب بهيك حالة شنو المفروض إنه واحد يعني وقاية مثلا قصدك يستعيض عنها مثلا بالأكل الجيد، بالتغذية الجيدة، أم ماذا يعمل يعني؟ انه هو اهم شيء انه هو هذا مثل ما قلنا احنا فيروسي، هذا الفيروسي هو من كيف يروح خلال 5 إلى 6 أيام، اقصى حد يوصل 7 أيام، وما يحتاج الى مضاد حيوي. انا هذا المضاد الحيوي من راح انطي له اياه راح يقتل جزء قسم من البكتيريا اللي موجوده بجسمه ويفعل بكتيريا ثانيه راح تاثر عليه للطفل
وبعدين من أنطية هذا المضاد الحيوي ما راح يشتغل عندي. نعم. تشوفي مرات هواي الأمهات تبدل هذا مصاب زين هذا انطفى هذا، وطبعا هذا كلش غلط. يعني إنما العناية بالطفل، خفض حرارته، التغذية الجيدة، السوائل الكافية للطفل حتى لتنزيل. لكن دكتور نضال، مثل ما تعرفين هناك بعض الأطفال أصلا يعني أوريدي هم عندهم أمراض مزمنة لا سمح الله، يعني بهيك حالة هذا المرض المزمن أقل عرضة للالتهابات مثل ما تعرفين دكتور راح يأثر على المرض المزمن، يعني اكو يعني هو اكو كنكت ما بينهم، فيضطر الام او الاب انه ينطون هذه العلاجات من البدايه حتى لا ياثر على الامراض المزمنه. عاشتي شوف السؤال الحلو هذا. طبعا جماعه الامراض المزمنه اللي عندهم امراض مزمنه، يعني مثلا فرضا اهل السكر، الاطفال اللي عندهم سكر مثلا، او اطفال اللي عندهم مثلا يسموهم تناذر الكليتين يورم، هذول لا، هذول لازم يعطون المضاد الحيوي مباشرة، لأن هذول ما عندهم مقاومة. صح. يعني هذول رأسا يصابون بالبكتيريا أكثر مما يصابون بالأشياء الفيروس اللي يصاب بها الطفل العادي، لأن مقاومتهم كلش ضعيفة، فهذول لازم ينطون أنتي بايوتيك طبعا، وحسب إرشاد الطبيب يشوف شنو نوع الالتهاب اللي عنده يضف له الأنتي بايوتيك اللي هو يحتاجه. نعم. طيب دكتورة بهيجي حالة يعني بمعنى آخر هسه المشاهد راح يقول الابن من يصير بي رشح، يعني ما انطي اي مضاد حيوي، يعني هذا المضاد اصلا ما راح يجيب نتيجه وياه، يبقى المرض عنده 6 ايام. يلا المضاد الحيوي. نعم. في حاله الطفل اللي يكون عنده رشح واذا كان فيروسي راح ينطي فعل عكسي لهذا الطفل. ليش؟ لان اذا اصيب مره ثانيه بالتهاب بكتيري اللي احنا هسه انطينا له هذا العلاج، راح يكون هذا البكتيريا عندها مناعه ضد هاي الانتيبايتك اللي انطيناها اياها احنا في المره الاولى بعد ما يشتغل عند الانتيبايتك. صحيح. فانا اخلي الانتيبايتك للاشياء الضروريه جدا للطفل، ومثل ما قلنا اذا الطفل عنده الحراره عاليه كلش اكثر من 6 ايام وما نزلت الحراره او الطفل تعبان، هذول انا اجيبهم انتيبايتك. لكن ما يحتاج كل طفل، تقريبا 70 الى 80% من الاطفال ما يحتاجون انتيبايتك. طيب دكتوره بالنسبه للتطعيم ممكن ان يساعد في الحد من الالتهابات، يقلل الالتهابات اللي ينصاب بها الطفل؟ طبعا هسه احنا عندنا طبعا هذا التطعيمات الموجوده، خصوصا هذا اكو احنا التطعيم اللي يسموه روتا، بدا يمنع الاسهال اللي هي بسبب الروتا، وقلت عندنا حالات الاسهال كلش هوايه. ايضا عندنا التطعيم ضد السعال الديكي، عندنا التطعيم ضد الخناق، ضد البزاز، هاي كلها التطعيمات تنطي مناعه دائمية للأطفال، سواء كانت قسم من أدها فيروسية أو قسم بكتيري. من أبرز الالتهابات دكتورة اللي تصيب الأطفال تحديدا التهابات الجهاز التنفسي، كيف نقي الأطفال من هذا الفيروس؟ متى يتم عرض الطفل على الطبيب أيضا بهذه الحالة تحديدا؟ نعم، عادة هو لحماية الطفل خصوصا بالشتاء، إنه عدم أول شيء عدم يعني نقل الطفل من مكان بارد إلى مكان حار. تمام. لأن هذا الاختلاف مالت الحرارة راح تقلل مناعة الأغشية المخاطية الموجودة، فلا تشوفين الطفل يصاب بنزلة برد. نعم. طبعا هذه أيضا هاي واحدة من عندهم. ثانيا أيضا النظافة. نعم. ثالثا إنه إحنا عندنا عادة تقبيل الطفل، وهذا طبعا هي كلش غلط، لأن يعني مرات عندنا الكبار عندهم فد نوع من الالتهابات يجوز، عندهم فد شيء عندهم دول خصوصا كبار السن، فهذه أيضا راح تنقل العدوى إلى الطفل، وتشوفين الطفل يصاب بالزكام. وأيضا مثل ما قلنا إنه إعطاء التغذية الجيدة للطفل والإرضاع من ثدي أمه، خصوصا بالستة أشهر الأولى يكون خالصا ما ينطو أي شيء، وبعدين وياها ينطو له الأغذية التكميلية مع ثدي الأم. طيب دكتورة شو وقت تستوجب الحالة يعني يتم عرض الطفل على الطبيب؟ إذا بقت الحرارة عنده أكثر من 6 أيام، إذا حالة الطفل تشوفها سيئة، يعني هو من البداية من أول يوم بس الطفل لدى يقبل يأكل، مدى يقبل الحركة كلش قليلة، حتى لو كانت أول يوم عند الحرارة لازم يعرض على الطبيب. إذا بقت 3 أيام زين وبالرابع يوم بدأت سوء حالته، أيضا هذا لازم يعرض على الطبيب. إذا صارت عنده مع هذا الزكام والرشح مثلا صار عنده تقيؤ، انه بدا كل شيء اللي ياخذه يتقيأ، ايضا يجب ان يعرض على الطبيب لتشخيص الحاله واعطاء العلاج اللازم. نعم. شكرا جزيلا دكتوره على هذه الارشادات والنصائح الطبيه. يا ترى احبتي ما الذي يجعلنا نصاب بالملل؟ هذا السؤال يطرحه الازواج على انفسهم بعد مرور سنوات على الارتباط، ونلاحظ ان العديد منهم يحاول ان يقضي على هذا الملل بممارسات عديده، منها مثلا أنه يجدد من حياته اليومية، يحاول أن يغير الروتين اليومي، أن لا يجلس في البيت كثيرا. عموما الإجابة لكم أحبتي المشاهدين من خلال هذا التقرير اللي عدى إن الزميل يزن ساجد.
هسه اوف الجريدة هسه مليت من هاي الحياة المملة اللي احنا عايشيها. صباح الخير اعزائي المشاهدين. بعد مرور عدد من السنوات قد يتسرب الملل الى الحياة الزوجية، وهذا امر منطقي، لكن اي سياسة تعتمد للحفاظ على الحياة الزوجية المملة؟ واحد، التجاهل. اثنين، ممارسة هوايات اخرى. ثلاثة، تمضية اطول وقت في العمل. ويانا خلنا نستطلع اهم الاراء، تابعونا. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح. والله انا افضل انه يعني نمضي ساعات طويله بالعمل، انه حتى واحد يقضي على الملل، وبنفس الوقت هو مسوي فد خدمه ومسوي فد شيء للمجتمع. هو مو حل بس انه يعني حتى واحد يجتاز فد فتره بحياته انه تكون مؤذيه او تكون ممله، اي شيء عادي. هو كل حياته انه حتى لو انه ما متزوج، اي شخص انه صار عنده فد ملل من روتين معين، فلازم واحد انه يغير يكسر هذا الملل، يكون واحد من الطرفين مبادر فد مبادره حلوه تكسر هذا الملل. لا اكيد لازم نغير من الحياة، نمارس أعمال أخرى يعني تريحنا، نحس أنه قريبة على نفسنا. ليش التجاهل؟ التجاهل ما يسوي فد حل. طبعا أكيد التجاهل هو الحل الأمثل ما بين الحلول المطروحة، لكن إلى متى يستمر التجاهل بين الزوج والزوجة لحل الخلافات؟ يعتبر هذا الحل حقيقة هو حل مؤقت، يعني ما يعتبر حل مستمر على مدى الحياة، لأنه أساس حلول المشاكل الزوجية هو التفاهم ما بين الزوجين. نعم. شنو أسباب الملل؟ حقيقة أسباب الملل هو الروتين اليومي اللي يعيشه الزوج وزوجته، فلا ضروري أنه تكون عوامل تكسر هذا الروتين اللي يعيشه الزوج والزوجة. التجاهل، ونفس الوقت انه واحد لازم يسافر يغير جو، يعني يكسر هذا الملل كله بالسفر، باشياء هوايه. اذا ما نتجاهل هذا الشيء راح تزيد المشاكل، فنحاول نتجاهل هذا الشيء على مود تقلل المشاكل. تعتبرين هذا حل؟ اكيد حل، هذا احسن حل. احيانا تحس من ملل داخل بيتك؟ بالنسبه لي لا، والله ما احس. بالنسبه لي ما احس، لان انا متفاهم ويا عائلتي ويا زوجتي ويا اطفالي، وقاعدين يعني متفاهمين بكل حاله. مثلا ابني اذا بالدرس مو زين او بالمدرسه مو زين، يجي يقول لي بابا ترى انا اليوم ما مجاوب، انا ما قاري، فلان درس ما ابتهمه، او فلان ان شاء الله ما اسويها. فلازم اكو تعاون، يعني انا اللي يصير عندي اقول لولدي، واللي يصير عند ولدي اقول لي، يقولوا لي لي. لا مو كلش صادفني الملل الحمد لله بحياتي، لان مشغولين دوام وبيت واولاد، فما هواي مريت بهاي الشغله. والقناعه اللي واحد يقتنع باشياء هوايه تقتنع بيها ما يصير ملل، يقول هاي الحمد لله. كل العشاق ولا نعرف فينا ولا حكايتنا لكل العشاق. الحوار الصريح هو معرفة أسباب تسرب الملل إلى الحياة الزوجية، وتبادل الآراء والأفكار بكل هدوء يمكن أن يقضي على الملل. في الختام هذه عودة لزملائي في الاستوديو. شكرا لخبيرة التجميل لينا زهر الدين على هذه المعلومات وهذه الإرشادات والنصائح في عالم الجمال. والنيو لوك جدا جدا جميل عليك، لابق لك باللبناني، كل جميل اليوم وطلة مميزة، حيش على هاي الأطلال. أحبتي المشاهدين، موضوع آخر تحدث عن الاختلاف بين الرجال والنساء، حيث أن هذا الاختلاف لا يقتصر على السمات الشخصية والتشريحية والبيولوجية والتناسلية، بل يتعداها إلى أمراض تصيب النساء أكثر من الرجال. واستنتج الباحثون بناء على معطيات خلصت إليها دراسة تحليلية شملت 29 ألف شخص
تمت بإشراف الباحث ديفيد الماسي من وكالة الصحة العالمية أن الأمراض تطاول أو تطول النساء أكثر من الرجال، وأن الجنس اللطيف يسجل أرقاما أعلى في الإصابة بالأمراض المزمنة. وإذا ما صدقنا صحيفة ديلي ميل البريطانية التي نشرت هذه الدراسة، فإن النساء يملن أكثر من الرجال لتقييم حالتهن الصحية بصورة أكثر سلبية. إذن عن أمراض النساء موضوع فقرتنا الطبية اللي راح نتحدث عنه هذا اليوم مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة لوجين كاظم. صباح الخير دكتورة. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا. شكرا دكتورة. يقال عندما تمرض المرأة فإنها غالبا يعني لا تنشد العلاج ولا تحصل عليه إلا بعد وصول المرض إلى مرحلة متقدمة، هذا صحيح أم خطأ؟ والله هو صحيح، يعني قسم من الأمراض لهذا طبعا ينتج عن قلة الوعي، يعني أكو كثير من النساء اللي ما عندهم هالوعي هذا. تمام. القسم الأمراض ممكن الوقاية منها في مرحلة مبكرة، يعني لحد الآن ما عندهم وعي هاي التلفزيونات والإنترنت ويعني هذه الدروس هذه ما أعرف، يعني العالم كلها بين أيديهم، ومعقولة أنه لحد الآن أكو امرأة ما تعرف شنو الأمراض، لكن ما هي هذه الأمراض ممكن اللي تتعرض لها المرأة وما عندها دراية عنها؟ نعم، هي بالحقيقة هي مو فقط الأمراض، هي أكو عدة جوانب اللي يعني العلم بها مبكرة ممكن أن يقينا من كثير من الأشياء. بالنسبة للأمراض إحنا أكثر شيء بالنسبة لصحة المرأة سرطان الثدي. سرطان الثدي هو من الأمراض اللي الكشف المبكر عنها حقيقة، إذا كشفناها في مراحل مبكرة ممكن الوقاية منها، ممكن العلاج الشفاء منها نهائيا. ممكن. هذه بالنسبة لهذا المرض. بس ما عدا الأمراض أنا أكون ناحية أخرى لتركز عليها اللي هي شغلة صحة المرأة من هي تبدي تدخل إلى سن البلوغ، من تبدي في سن الزواج اللي احنا عندنا نسميها خدمات الفحوصات ما قبل الزواج، يعني هذه تبدي من هاي المرحلة أنه يصير تشيك كامل للمرأة. نعم. لكشف عن أي أمراض وراثية مثلا إذا أكو بين الزوجين أو أي شيء يمكن تلافي، يعني هاي هي. نعم. تروح المستشفى، تروح للعيادة وتشيك، ولا تبقى على عليهم هم نفسهم، يعني تعرفين أنه هذه الفحوصات تصير موجودة تلقائية. هاي فحوصات تلقائية. نعم. لكن أغلبها مدى تصير حقيقية، يعني أو يعني أكو هواية مثلا متزوجين بعدين تطلع عندهم مشاكل. نعم. بالولادة. وهي بالحقيقة شنو إحنا يعني دورنا كوزارة صحة في الموضوع هذا، من يصير فحوص ما قبل الزواج فرضا. نعم. إذا شفنا أكثر المرض ممكن ينتقل وراثيا، إحنا اللي علينا أنه نعطي التثقيف الصحي وننصحهم أنه مثلا بعدم الزواج بين الأقارب فرضا في بعض الأمراض، مثلا فقر، مرض فقر الأبيض، فقر دم بحر الأبيض المتوسط أو غيرها من الأمراض اللي ممكن تنتقل بين الأزواج عن طريق الوراثة. فإحنا دورنا ما نقدر أن نمنعهم من الزواج، ماكو عندنا هيك تشريع أو هيك قانون، وإنما شنو إحنا مجرد ننصحهم أنه مثلا بعدم الزواج مثلا. زين، هو هذا الحل الوحيد؟ هاي يعني مثلا فيما يخص فقر دم البحر الابيض المتوسط الثلاسيميا. نعم. اما في خصوص مثلا اشياء اخرى، مثلا اذا عندها كان هي دمها سالب نسميه ار اتش نيجاتيف، هاي اذا دمها سالب احنا نعطيها تثقيف صحي انه بعد الولاده لازم تاخذ مثلا اكو ابره يسموها انتي دي حتى لا تصير اجسام مضاده تاثر على الاحمال. طيب هذا شيء معروف يعني اصلا. طيب بالضبط. بعد بقيه الامراض شو ممكن تتعرض لها المراه من غير حتى الزواج، ما قبل الزواج انه هي لازم من سن البلوغ. نعم. عندما تبلغ المرأة يجب من هذه اللحظة أنه تبدي تعتني بنفسها وتعرف شنو الأضرار، يعني يكون يمكن سلبيات أو يعني عادات يومية ممكن أنه توصلها لأمراض خطيرة وهي تجهلها. نعم. مثلا يمكن حتى مواد المساحيق لغسل الملابس إلى آخره، يعني دكتورة لو تسمحتي وضحيها للنساء. يعني هذه مثلا التي طرقتي لها مثلا المساحيق مع غسل الملابس او غيرها مثلا المواد الكيميائيه اللي هذه مثلا ممكن انه تعرضها مثلا تاثر على بشرتها. نعم. تاثر تسوي عليها مثلا اكزيما بايديها مثل ما نقول بالجلد قبل بدا استعمالها بصوره مباشره بدون مثلا ارتداء كفوف اثناء غسل الصحون. تمام. اثناء غسل الملابس وغيرها، هذه كلها تعتمد على يعني احنا نقول الوعي الصحي بصوره عامه. بس احنا شنو انا ارجع واقول انه هي مو يعني فقط هذه، اكو شيء اللي نسميه كخدمات صحية اللي نقدمها. نعم. في مؤسساتنا الصحية أن موضوع المرأة عند الزواج. نعم. اللي هو موضوع رعاية الحوامل. تمام. رعاية الحوامل، هذه المرأة الحامل لازم نفضل أنه هي تبدي أنه تراجع المركز الصحي أثناء الحمل لتلقي الفحوصات الطبية لإجراء التحاليل اللازمة. نعم. متابعة الطفل، متابعة صحته، هذه خدمات كلية أثناء الحمل. نعم. بعدين عندنا خدمات أثناء الولادة، أثناء. نعم. الولادة هذه في صالة الولادة أنه تكون الولادة أمينة وعلى أيدي ملاكات صحية وطبية مدربة. لتجنب حدوث مضاعفات بالنسبة للأم بالنسبة للطفل. ليش تصير مضاعفات هواية عند
يعني عند الولادات كثير تصير مضاعفات ما بعد الولادة، تصير كثير من النساء انه يتعرضون لالتهابات قوية وحادة وخطيرة جدا تأثر على صحتهم ما بعد الولادة، يعني يعانون معاناة من هذا الموضوع. ليش تصير؟ وين المشكلة؟ يعني مستشفياتنا هي غير مؤهلة، اطبائنا مستحيل، لانه هو مشهود لهم انه الاطباء والدكاترة العراقيين هم ممتازين واكثر هم يعني. لكن الادوات اللي يستخدموها العلاجات مدى افهم، يعني وين المشكلة تصير؟ هي المضاعفات اللي تصير يعني اذا نقول مثلا اثناء الولاده لها عده اسباب، يعني ممكن تكون هي مثلا اثناء الحمل ما مراجعه بصوره منتظمه الى مراكز الرعايه الصحيه الاوليه. تمام. لانه اذا احنا عندنا من تراجع خلال المراجعات الدوريه بيكتشفون اي حامل معرضه للخطوره مثلا، حتى يلحقون لي قدام مثل ما نقول ياخذون الاجراءات المناسبه، اما انه يحولوها الى المستشفى مثلا لتلقي العلاج اللازم. تمام. او هم يبدون وياه في الاجراءات اللازمه للسيطره على الموضوع هذا قبل لا تصير مضاعفات اثناء الولاده. فهذه ممكن تكون على مستوى المركز الصحي. واحيانا في المستشفى مثلا اذا هي اصلا ما مراجعه مركز رعايه صحيه اوليه، خاصه دول مثلا يروحون عند القابلات وتوصل الى مرحله مثلا كلش تكون ضعيفه تعبانه، يعني لحد الان اكو ناس يروحون القابلات؟ اكو هاي نعم، اكو يراجعون القابلات خاصه المناطق النائيه. يعني المفروض ان القابله تكون مؤهله، يعني صحيح. القابله مو اي وحده تشتغل قابله، المفروض تكون مجازه من قبل وزاره الصحه، داخله دورات معينه مهيئه لاستقبال مثل هيك حالات بنسب معينه، وتستطيع ان تعرف يا منال يعني من وضعيه المراه الحامل اذا ما كان وضعها مناسب انه تولد عندها لو يحتاج نقل للمستشفى. فعلا المفروض القابله تكون مدربه حاليا دكتوره، خصوصا بوجود اجازه لامتحان هاي المهنه. هو فعلا هذا الموجود، هذا البرنامج احنا عندنا تدريب القابلات الاهليات المجازات. ليش لا؟ اكو تدريب مستمر لهم في الموضوع هذا. تمام. نعم. اكو موضوع اخر مهم اللي هو بدنا يعني احنا طرقنا الى صحه المراه. تمام. اللي هو موضوع تنظيم الاسره والمباعده بين الاحمال. نعم. يعني هذه المراه اللي هي بعد الولاده بعد الولاده احنا اكو لازم فتره زمنيه بين الولاده. دكتور، قد هاي الفتره يعني صحيا مناسب للمراه او مناسب للاسره من الناحيه الاجتماعيه وحتى الاقتصاديه؟ نعم. ايش قد المده بين طفل وطفل؟ المفروض سنتين. اقل شيء سنتين فما فوق، سنتين الى ثلاث سنوات يلا يصير عندها حمل مره ثانيه. فاحنا يعني المشكله انه هوايه من نسائنا ما يعرفون هاي الحقيقه، انه بالحق احنا بنقول مباعده بين الاحمال. بعد 40 يوم يروحون يصيرون حوامل مره ثانيه. بالضبط. هي هاي يعني زي تمر يا نخله مره لوخ. يعني طيب حتى الجسم ما ماخذ راحته يعني بعد، لا الجسم لا الكالسيوم لا المفاصل لا اصلا يعني كل صحه الجسم، الاسنان العيون الشعر الى اخره، يعني هي قوتها الام. هي هاي المشكله، انا راح ياثر على صحتها هي. بعد جسمها ما مستعيد عافيته، بعد ما يعني ما مستعد انه يصير عندها حمل مره ثانيه. صحيح. وياثر مو فقط على صحته وانما صحه الطفل ايضا، يعني حتى الاطفال، الطفل اللي راح يجي راح يكون صحته ضعيفة. دكتور، هو يعني سؤال علمي. تعرفين انه لا حياء في العلم. يعني كثير من النساء، كثير من الامهات الولودات يقولون غلطة. شنو الغلطة؟ يعني شنو مدى افهم هذا الموضوع؟ يعني انه صار عندي طفل وصار عندي طفل الثاني. طيب هو اتفاق، هو شيء معروف، ما معقول اكو شيء ما معروف، مستحيل. هي احنا هاي نسميها يعني الاحمال غير مرغوب بها، من تكون هي يعني مرادة الحمل، غير هذا مرغوب بها شيء، وانه هو غلطه شيء يعني ما اعرف، يعني انه انا ما اعرف، او هو الرجل يقول انه انا ما ادري، انه انا يعني ما افهم يعني هي الغلطه. يعني فرضا اذا هي قاعد مثلا تستعمل وسيله من وسائل منع الحمل بس ما استعملتها بشكل صحيح. نعم. هاي مثلا تكون غلطه. نعم. مثلا نسيت تاخذ حبايه في وقتها، او ما راجعت المركز الصحي، اخذت الابره في موعدها. نعم. فيصير عندها حمل، هي تعتبر انه هذا هو. بدينا نلاحظ الان الاخيره دكتوره، يعني مراكز الرعايه الاوليه تقدم نصائح للحوامل او للمراه بصوره عامه فيما يختص بطرق منع الحمل. هذه النصائح هل تشمل طريقه الاستخدام الصحيحه، وضعيه الاستخدام الصحيحه، وغيرها من هذه الامور؟ اكيد. نعم. لان هي الخدمات قاعد تقدم مراكز صحيه بالحقيقه، هي بها شقين، اكو عندنا خدمه المشوره. نعم. اللي هي النصيحه، ومو فقط نصيحه وانما يكون نقاش كامل مع المستفيده حتى نقول شنو الوسائل الموجوده وطريقه الاستخدام الصحيح لهذه الوسيله. نعم.
بحيث يعني المستفيدة راح هي تقرر الوسيلة اللي تحتاجها، حنعطيها المعلومات الكافية وهي يعني تختار عن قناعة الوسيلة اللي تريد تستعملها كطبيب. طيب ليش دكتورة الاختيار يكون بيد المريض، ما الدكتور هو عنده معلومات أو هو يقدر يقرر الحالة الصحية الأنسب؟ نعم. يعني احنا دائما للأسف مجتمعنا هاي واضح يعاني من قلة وعي من الناحية الصحية، فهو غير مؤهل للاختيار، هذا من جانب. من جانب آخر يكون مزاجي أحيانا سواء الزوجة أو تكون هي تحت ضغوط الزوج مثلا، فبالتالي ما يكون اختيارها بناء على حالة صحية سليمة. فليش خلي الاختيار بيد البيشنت، ليش مو بيد الدكتور؟ صح، هذا في هذا الموضوع موضوع تنظيم الأسرة، خلي نعم. القرار بيد المستفيدة، لأن إذا اختارت الوسيلة عن قناعة هي مقتنعة بها نعم. ما راح تغيرها، هاي النقطة، لأن هي وسائل تنظيم الأسرة هي كلها بيها في النوع من الآثار الجانبية. نعم. فإذا صارت هاي الآثار الجانبية ما راح رأساً تجي تريد أنها تبدلها، ما تثبت على وسيلة واحدة. فبتكون ماخذتها عن قناعة تامة، هو هذا الهدف، راح تستعملها بشكل صحيح وبراح تغيرها، لأن تعرف هكذا شيء مؤقت أعراض جانبية راح تروح تستمر عليها فتكون نجاحها أكثر. هاي الفكرة. طيب دكتور أيضا هناك موضوع ثاني، لماذا يتعرض أو تتعرض النساء اللي أو أكثر أرضى لآلام الظهر أكثر من الرجال، لماذا؟ يعني احنا خلينا في فيها عبريه معينه قصدش لو في يعني جميع كل الاعمار في كل الاعمار نعم. يعني اول شيء هي المراه يعني حكم اعمالها المنزليه نعم. واعمالها خارج المنزل، فاعتقد هي كلها تسبب يعني فد عبء عليها اللي اكثر من الرجل، فممكن انه هاي تكون واحد من الاسباب. الشيء الثاني احنا عندنا بالنساء اللي هو تنخر العظام نسميه تنخر العظام، هذا عاده اللي يصير احنا ما نقول في سن الياس، احنا نسميه سن الامل اللي هو بعد انقطاع الدوره الشهريه بسبب التغيرات الهرمونيه اللي تصير بالجسم، فيصير تكون عرضه لتنخر بالعظام اكثر من الرجل، فبالتالي يصير عندها الام بالظهر، هذه نشوفها اكثر واضحه بالنساء من الرجال. صحيح. وهذا ايضا هو اكو ارشادات هالموضوع، هذا المفروض تكون في هالعمر هذا تاخذ كالسيوم اكثر، طبعا طبيعي يعني تاخذ في كلاصين حليب باليوم على الاقل. طيب ليش ما تبلش بهذا العلاج مثلا من قبل سن الامل، يعني من اعمار الشباب وحتى سن الامل، يعني وين المشكله؟ هو المفروض من قبل لا توصل لهذا السن، وحتى مو فقط تاخذ شقد يفيد بنسبه شقد اللي يفيد دكتوره يلعب دور الحليب في هيك اعمار؟ يعني هو راح يكون شلون نقول كتعويض عن الكالسيوم اللي راح ينفقد. ايش قد النسبه يعني انه يعوض، ايش قد نسبه نجاحه، ايش قد نسبه انه راح يخدم الجسم؟ والله يعني قول في 70%. تمام، نسبه كبيره يعني 100% منال، لانه راح يكون مجرد دعم. دكتوره يمكن توافقني انه طبيعه التركيبه العظميه للمراه تكون هشه اكثر من الرجل، عظام المراه تكون بتركيبتها الشكليه مسطحه اكثر من عظام الرجل، بالاضافه الى انه التقوس العمود الفقري للمراه يكون اكثر من الرجل، كل هاي تشكل ضغوطات على الدعامات الاساسيه للجهاز الهيكلي بالانثى، فتبدي هنا المعاناه وعلى اكيد هي متاثر طبعا. نعم. ومو فقط الكالسيوم انما حتى الرياضه، يعني هذا التشيله نعم. انه ممارسه التمارين الرياضيه والنشاط البدني هاي كلها تقلل من هشاشه العظام نعم. وتقلل من هاي الاعراض. شكرا لك دكتوره. دكتور على فن إلى فن آخر، فنانة تمزج بين اللون والفكرة، تعمل بدأب على تقديم لوحات تناول فيها الحلم في وطن يتسع في الحب الجمال. ضيفتنا في الاستوديو الفنانة التشكيلية منى مرعي، أستاذة في معهد الفنون الجميلة. صباح الخير أستاذة منى. صباح الخير. صباح الخير. شو صحتك؟ تمام. اللون الأصفر يدل على الغيرة، هل أنت غيورة؟ طبعا هذه الفكره مال انه هذا اللون يدل على هذا الشيء، هاي فكره هي خاطئه، لانه اللون يتناسب مع احيانا مع شخصيه الانسان، فهي بها مساله نسبيه يعني ما انه الاحمر للحب والاصفر للغيره، لكن احد الدراسات تقول انه هي تؤثر على الانسان، وايضا صح. الانسان يتاثر بها يعني صح. اكيد هو اللون ياثر على نفسيه الانسان والمزاج، لكن فكره انه كل لون يدل على شيء ربما هي فكره مخطوئه، لانه احيانا بالنسبه للفنان التشكيلي بالذات انه اللون احيانا يعكس دواخل الفنان، فكل فنان عنده لون ربما بفد رمزية معينة. هي هذه. فبالتالي هي تبقى النسبية. أنا الأصفر من الألوان المحببة إلى قلبي طبعاً. بس ما أشوف إنه هو اللون الغيرة، بالعكس لأنه هو من الألوان الأساسية بالمناسبة.
اللون الاحمر والاصفر والازرق هي الالوان الاساسيه اللي هي اساس كل الالوان الموجوده. فيمكن هو بالعكس لون نبض نابض بالحياه، لون الشمس، لون يعني اساس لكل الالوان. فما اشوف الغيره يمكن لون صريح صح لون اساسي اساسا يعني. استاذه منى، من خلال النظر الى الاعمال اللي موجوده وايضا حتى الاعمال اللي راح تظهر على الشاشه، نرى نوع من البهجه مثل ما ذكرتي، التفاؤل، هل تتناولين ايضا المأساة في التفاؤل او تمزجين ما بينهم ولا ماذا؟ طبعا اكيد. شوفي انا اصلا ارسم بجهه التعبيريه التجريديه، فالتعبيريه التجريديه هي تعكس ربما معاناه وطن، ربما معاناه انسان. هذه المعاناه انا اغلفها بنوع من الالوان الاساسيه الصريحه حتى اغطي هذه المعاناه اللي ما ممكن نتخلى عنها. طيب هذه اللوحات اللي موجوده على الشاشه ممكن تشرحي لنا عليها؟ هذه بالضبط. هذه اللوحات طبعا هي مقتطفات من معارض مختلفة. تمام. يعني معروف عني انه اني اجرب باستمرار. تمام. لوحة بس هذه اللوحة. عندي هذه اللوحة من معرض خفايا، هذا المعرض تقريبا الثالث كان في قاعة مدارات في الوزيرية. نعم. هذه من معرض ظل آخر في عمان. يعني شوفي هنا ايضا من معرض الاخر، كل معرض لي فيه تجربه خاصه بي. نعم. فاني اجرب باستمرار. هاي ايضا من معرض الاخر، هذه طفله، شوفي هنا اكو فد بالخلفيه فد الطفله. شوفي هذه الجلسه هي لطفله، ربما هي قمه بالواقعيه هذه الجلسه، لكن انا ارتئيت انه اخلق وجه خاص بي بنوع من التعبيريه بالطفله. تمام. تشوفين رغم الالم والمعاناه بالشكل الغريب لكنه اكو البراءه والطفوله، تحسين انه هذه الطفله وجهها كلش يعني مثل ما يقولون بفد نوع من البراءة من الوداعة، رغم انه هي شكلها غريب. قيل عني انه هذا الوجه هو من فضاء اخر، قلت لهم اني خلقت او صنعت هذا الوجه. نعم. هذه من المعرض اللي هو المعرض السابع، معرض نبض اخر في بيروت. نعم. شوفي اني دائما ارسم احيانا العائلة العراقية، الانسان العراقي، ودائما اللون الاحمر عندي حاضر باعمالي. حتى الان تجربتي الجديده اللي هي المعرض ان شاء الله راح اقدمه ايضا مخلة من اللون الاحمر، رغم انه انا ابتعدت عن هاي الالوان بس هو دموي. لا انا احس انه اللون الاحمر بجراءة. شوفي ناس تشوفه دم، ناس تشوفه قتل، ناس تشوفه انا اشوفه لون نابض بالحياه. عافيه صح. وين الدفء يعني بالموضوع؟ هو حتى يعني هو اصلا لون حار بالمناسبه، حار يعني حتى يؤذي العين. لا بالعكس يعني. اتمنى انه يتوقف المخرج عند هاي اللوحه. هذه شيء انا هنا قريتها كانما شهيد ورافع علامه النصر، وبنفس الوقت جزء من جسده دا يذهب نحو الاسفل نحو العالم الاخر. هذا فهمي انا لهيك اللوحه. صح. ما عرفت تشعلي انت بيها. انت هسه يمكن سهلت علي مهمه انه اشرح موضوع انه المتلقي، انا دائما اترك للمتلقي حريه قراءه العمل، فكل متلقي، هاي دائما اكررها في لقاءاتي، صارت مثل اللازمه انه اترك للمتلقي حريه قراءه العمل. انا من النوع اللي ما اشرح العمل ولا انطي عناوين للاعمال. هذا العمل انت قريته هسه قراءه جميله جدا، ربما قراءه تشبه احساسك انت شنو اللي حسيته. هو هذه الفكره من الفن الحديث. طيب منى ايش حسيت وانت ترسم الصوره؟ هذا انا حسيته بانه التجزئه واللي صارت في بلدنا، حاولوا انه يجزئون الانسان، انه يفصلون العائله الوحده. ذكرون ايام اللي صارت عندنا احنا العائله الوحده، بدات التفرقه تدخل في البيت العراقي. فحسيت انه رغم كل شيء، شوف اكو قطع بين اللوحه هنا، اللون الاحمر اللي هو مثل ما قلت انت لون اكو ناس تقول عليه لون الدم، لون اني لا حسيت انه هو حياه اخرى، بينما اللون الاخر هو لون الهدوء اللي هو لون السماء. فاكو فصل بين صار بين الانسان، تجزئه الانسان الواحد، تجزئه الجسد الواحد. هنا انا حاولت انه اجمع اشلاء هذا الانسان، رغم انه ما رجعت مثل ما كانت الصوره للانسان العراقي بالذات، ما رجعت مثل ما كانت مثل قبل، لكن هو رغم كل شيء حاول انه يجمع اشلائه حتى بعدين يعبر عن حالة الانتصار. شوف هذه الحالة اللي هي هاي الحالة اللي هي حالة الانتصار اللي بالإيد، هذه منتشرة عند الشباب أغلبهم، ناس يفهموها خطأ ناس. فأني ما أعرف حسيتها أنه حالة منتشرة وظاهرة، فأكررتها بهذا المعرض بالذات. هذا من معرض عمان، معرض الآخر كانت لي أم وطفلتها. مرات الأم تعني الحياة، تعني شفت هذا السبب خليها حياة الأمان. هذه من معرض عمان. هذه شوف الطفولة كانت حاضرة في معرض عمان، معرض ظل آخر، سميتها بظل آخر لأنه كانت في أعمالي أكو ظل للفقرات الموجودة. فقرات معناها أنه الأشخاص، إحنا عندنا بباسم،
فشوفي كل الفقرات إلها ظل، لأنه الطفل رغم أنه هو عنده. طيب ليش أكثر لوحاتك اللي تعتمد على هاي الفقرات أنه عين واحدة ترسمي؟ هذا السؤال طبعا سئلت عنه كثيرا. إحنا العراقيين بالذات نظرتنا للحياة صارت نظرة واحدة فقط. نعم. يعني فأنا ارتئيت أنه أخلي الشخص عنده عين واحدة، اللي هي يعني إحنا هسه نعيش لحظتنا. طيب. ما نفكر لا باكر ولا بالمستقبل، لانه صار الانسان العراقي اصلا خطه استراتيجيه حياته العراقي بالضبط سهلت عليه منال، انه ما عندنا خطه الباكر، لانه صار عندنا القدر يعني يغلب، صح. يغلب افكارنا. فاني النظره الواحده للحظه الانيه اللي نعيشها. فقلت لهم خليت العين الثانيه ربما ارتقي انه بالمستقبل راح تكون عندنا نظرات مستقبليه نحو، لا انا عندي امل نظره ايجابيه في الحياه. طيب هذا من المعرض الخفايا كان سميته خفايا. اي هذا طبعا ظهور هنا يعني المونتير من دي يسوي الصور ايضا قرا هذه اللوحه قراءه جميله يعني اكو ظهر بس هي ما قال لي هذا الهجره. قلت له احنا احيانا نحس بالمستقبل، يعني عندنا حس بالمستقبل، مرات اكو شاعر يكتب، يمكن انتم ملاحظين اكو شاعر يكتب قصيده بعد بعد تتحقق يعني انا اغنيه يعني كاظم الساهر مال نفيت واستوطن، يعني حسيت انه اكو فد شيء عند الشاعر رؤيه مستقبليه للي صار بعدين بالعراق. قال لي هاي الهجره، قلت له انا رسمتها ما كنت احس بانه الهجره، بس هي فعلا بعدين تقرا هذه قبل الهجره صارت طبعا هاي بال 2012 تقريبا هيك شيء، فما كان اكو هجره فعلا. فشوفين انه الفنان او الشاعر او اي مبدع يتنبا احيانا يصير عنده فتحس مستقبلي للاشياء. نعم. ربما يعني يختلف عن الانسان الطبيعي. طيب خلينا نتكلم عن هاي اللوحات الاربعه الموجوده بالاستوديو. اللوحه كفيجر تشبه الاخرى لكن بعض التغييرات البسيطه وتغييرات كبيره بالالوان الاعمار ايضا. شنو الاختلاف بالمدلول ما بين لوحه واخرى؟ شوف هذه هي لوحات احنا نسميها توين، يعني هي جزء من اربع لوحات لكن هي تعرض بكأنه عمل واحد. نعم. الاختلاف دائما التعبيرية عندي تعبيرية باللون، فالاختلاف هو صح فيجر واحد. هذا كان من معرض خفايا، كان اسمه خفايا لأنه أني الاسم يعني لي طبعا، اسم المعرض هو يعبر عن كل أعمال المعرض. فالخفايا شوفي تحسي وكأنه روح إنسان وليس إنسان، صح. هذا الفيجر بالذات تحسي وكأنه روح إنسان مخفية وراء زجاج، مو جسد يعني فقط ربما وراء شيء لير شفاف، ممكن سحاب، ممكن وكأنما غيمة، ممكن ضباب يعني. شفتي هو هذه هذه احنا رسالتنا هي هاي، المتلقي من يقراها بالشكل أنا أحس أنه نجحت بإيصال الرسالة اللي أريدها. أنا حسيت أنه روح إنسان، صحيح. ترتقي من وراء يعني أنا مشكلتي أنه ما أعرف أعبر عن أعمالي بالقول، لأنه أنا أعبر باللون وينزل إحساسي على الخامة، فبالتالي يصير صعب علي أنه أترجمها بكلمات، لكن أحاول أنه أوصل بس الفكرة. بس هي واضحة يعني جداً يعني معنى هذا أنه أنت نجحتي في إيصال الفكرة، الحمد لله. بس السؤال هنا أيضا يعني أنت يمكن هنا مختلف الأعمار، أنت ما حددتي الأشخاص بعمر واحد، وصح نفس الشخص يمكن هذا إحساسك ونفس التوائم وقراءتك للعمل ويمكن نفس الروحية صحيحة. نعم. شوفي منال، أنا الحلو بالموضوع مرات أنا يعني أنزل أشياء على العمل الفني ربما هي أشياء لا واعية، لكن أحس أن المتلقي بكافة أنواعه مثقف بسيط، شوفي مرات يقرأ العمل بشكل غريب أحس أنه هذا أنا صح قاصدته بس ما عرفت أترجمه بكلمات. يجي المتلقي يشرح لي أشياء هي موجودة لا واعية عندي، بس أحس أنه هذا شلون عرف شلون قرأ دواخلي. فإذا أنه دواخل الفنان فعلا اذا هي مقروءه بالعمل بشكل احيانا غريب عند المتلقي، صحيح. يترجم لك اياه عده بأوجه متعدده. اذا انه احنا الفكره من الموضوع انه احنا نقدم عمل لثقافات مختلفه لانواع من المتلقي، ربما بسيط، ربما يجيك فلاح، ربما يجيك انسان مثقف، فالقراءات من تختلف. وانت حلو بالموضوع صار انه وصلت منو الاجمل بالنسبه للفنان من المتلقي فعلا يقرا الفكره اللي كانت بداخله له من يبتكر فكره جديده قد تكون مختلفه، لكن هي فعلا يعني ممكن انه يكون الرسمه تدل عليها ايضا بنفس طبعاً الوقت. طبعا سؤال واعي جدا، انا يعني احييك عليه. مرات انه اكو اشياء يبتكرها المتلقي انا افرح بها فعلا، اخذها من عنده وارجع احكيها بعدين بلقاء اخر، يعني وعيني على اشياء يبتكرها هو اقول له فكره والله يعني انا اصلا من رسمتها ما كانت هذه حاضره عندي، لكن حسستني انه هذه الفكره موجوده بالعمل، فهذا كل شيء حلو يعني فرحتني. ففعلا الافكار مرات المبتكره عند المتلقي تخليك تحس انه انت
ده تخلي عند المتلقي وعي للابتكار والإبداع والتفكير بالعمل. أحيانا يجون متلقي والله ما متوقع من عنده بالمعرض أنه راح يطلع منه هيك، مرات إنسان كلش بسيط ما له علاقة بالفن التشكيلي يجي يشرح لي عن عملي، فشيء أقول له غريب يعني. ممكن هو روحيته أيه، لكن هو إذا وصلت يعني رغم أنه الحداثة بالعمل يختلف عليها يعني مجتمعنا، يجي مرات الناس تقول عليها شنو هالشخابيط مرات، بس بعدين من يتعمق بالعمل إنسان بسيط تحس أنه أنت شقد على ذكرها شنو هاي الشخابيط يعني بدون زعل الغير مدركين لقيمة الفن التشكيلي وما عندهم اطلاع على الموضوع، يتهمون بعض الفنانين التشكيليين يقولوا هو شنو التشكيلي يجي يشخبط لك كم لون كم ضربة وخلص ويقول أني أعني هنا هاي الإحساس البشري باللاوعي الداخل بالمنظومة الفسيولوجية لتركيب الجسم ويصفط حكي لا أكثر ولا أقل، وإذا ما فهمنا إحنا راح يقول الخلل أنت بيك أنت اللي ما عندك اطلاع، أو هو يأخذ الحكي من عندنا يقول أنت شلون فاهم اللوحة تريد يقول أهم شيء الزمك تعرف أنت المفروض تمتلك فد نوع من الوعي والإيجابية حتى تدرك أو يعني تدارك أحياناً ما يقال من المتلقي العادي اللي هو ما دارس الفن التشكيلي. طبعا اللوحة التشكيلية تصل للمثقف حتى وإن كان ما له علاقة بالفن التشكيلي، أحيانا الشاعر يقرأ بلوحتك كفنان تشكيلي قصيدة كاملة، وأكثر الشعراء الآن يأخذون أعمالي بينزلوها بقصائدهم أحيانا يطلبوها كغلاف للكتاب. أيضا هناك ما يملكون الشهادات بس عندهم صحيح، لكن أغلب الأحيان من يجي يقول لك شخابيط، طبعا بالمناسبة أي واحد إذا ما كانت عنده خبرة باللون وعنده دراسة للواقعية وبني على أساس صحيح من دراسة أكاديمية، طبعا بأوروبا الآن في الفن الحديث لغوا موضوع أنه أنت لازم ترسم واقعية، مرات دكتور أسنان يجي يرسم لوحة حداثة. طبعا لوحة الحداثة هسه أنا أدرس معهد الفنون الجميلة، مضطرة أنه أنا خلال سنوات دراستي بمعهد الفنون، أنا درست بمعهد الفنون أصلا وبعدين درست بأكاديمية الفنون، إحنا كنا مضطرين أنه ندرس الواقعية ونرسمها ومضطرين كطالب أكاديمي لازم أنت، وأنا حاليا أيضا أدرس الأكاديمي وواقعي للطلاب وأرسم معاهم واقعي، لكن لازم على الفنان أنه يخلق من نفسه هوية أو ستايل خاص به بالمدرسة الحديثة حاليا، لازم يواكب العصر برا. اللوحة الحديثة مو اعتباطا تطلع بالمناسبة، يعني عندي طلاب الآن يقولوا لي ست طلعيني أرسم خيول، طلعيني أرسم لاندسكيب اللي هو المنظر الطبيعي، لكن صعب علي أطلع لوحة حديثة. لوحة الحديثة مخاض يلا تطلع، لأنه تحتاج، وبالمناسبة اللي ما عنده خبرة وما عنده خلفية يعني باللون ما راح يقرأها بالصورة، ما راح تطلع عنده لوحة حديثة يعني ناجحة، إذن يحتاج هو. فبالتالي يجون لجنة قبول الأعمال في أحد المعارض، من يشوف هذه اللوحة يقول هذا ما عنده خبرة باللون، لوحته مرفوضة مع أنه هو راسم حداثة. فعلا يعني تشوف أنه أكو يعني ببعض الأعمال أنه واحد عنده موهبة يجي يطلعها على العمل، لكن ورا فترة شوفه يتساقط شيئا فشيء لأنه ما عنده خلفية لا باللون لا بالدراسة لا بالثقافة. فاللوحة الحديثة مو مثل ما يفهمها الآخرون، هي شخبطة طبعا، هي بها دراسات نفسية بالمناسبة بأوروبا الآن يدرسون حتى شخابيط الأطفال، هذه تدرس دراسة الأبعاد والقياسات وغيرها، شخصية الإنسان سيكولوجيا تقاس على أحيانا أنت صافن تحكي بالتليفون والشخبط، هذه كلها قراءات نفسية. فبالتالي هي إحنا ما نشتهين بأي منجز يطلع من أي فنان أو أي إنسان عادي، مرات إنسان عادي شخبط شخبوطة مثل ما نقول، هذه بها دراسات خاصة يعني نفسية وعمق آخر، فإحنا ما منعي رهتي تمام للي يقول هذه شخابيط. طيب منى مرعي، هل استطعتي ان انت كفنانه انه تعبرين عن الواقع؟ اكيد هو احنا شوفي الانسان ابن بيئته مثل ما يقولون، فالفنان بالتالي هو مو بعيد عن البيئه. انت رغما عنك رغم انه تحاولين مثلا مرات، حتى الفنانين الان عندي اصدقاء وسافرت لباريس، عندي معرض كان سافرت لي كل يعني اغلب دول العربيه واوروبا، شفت انه حتى الفنان المقيم حاليا باوروبا هو عراقي، لكن شوفي صار له 30 سنة أني أحيي من خلالكم الفنان الكبير العراقي يونس العزاوي، صار له تقريبا 30 سنة مقيم ألمانيا، هو أستاذ يدرس الفن التشكيلي بأكبر جامعة ألمانية للفن للفنون العليا. شوفي من أتصل بي أو يتصل بي ما طالع من ثوب العراقي، صار له 30 سنة أو 35 سنة بأوروبا، شوفي لهجة العراقية هي محتفظ بالتعبير عن الإنسان العراقي، تشوفي الإنسانية اللي عنده أحيانا عراقي بحت، تشوفي العراقي بالذات أو العربي بالذات لازم يعكس بيئته حتى وإن طال بيه الزمن برا يعني.
فهو لازم يكون يتاثر بالجو اللي هو بمستحيل تطلعين من الجو اللي انت. طيب هل انت على ذكر الجو لا تسمحي لي منال، شنو الطقس او الجو اللي ترسم به منى؟ والله اني بس بالشتاء حقيقه يصير عندي كسل. انا بدي احكي عن الجو الخارجي. راح احكي لك الاجواء اللي تخلقيها نفسك. شوي شوي راح احكي لك اني راح احكي لك عن الطقس. نعم. اني بالشتاء كسوله. طيب. انا من النوع كلش احب ما احب الشتاء واحب احضن الصعوبه. مبين من الالوان. بس اني الجو اللي احبه جدا بالرسم هو، ولهذا ارتقيت انه اداوم بالمعهد المسائي. اكو صعوبه بالمشغل مالتك على فكره. صح شلون عرفت؟ اكيد. فاني احب لهالسبب ارتقيت قلت لك انه اداوم معهد مسائي بمعهد المسائي لانه من عندي معرض او عندي لوحه احب ارسم من 10 بالليل لـ4 الفجر. وبالذات من احس انه الناس كلها نامت. مرات ارسم الى انا احس انه صوت الديك الفجر، مرات اقول هاي شنو صار الفجر يعني، فاحب هذا الهدوء بالذات اللي هو بعد منتصف الليل ارسم به. تشوف اللوحه مرات الصبح اشوفها بمنظار اخر، مرات انقح عليها، مرات اسوي الفينشينج يختلف، بس هو ولاده اللوحه تكون دائما منتصف الليل والناس نايمين. طيب ومع الهدوء يعني. طيب هل انت منحازه للمراه باللوحات بالرسومات بالالوان؟ بالعكس، هي المراه موجوده باعمالي، لها وجود مو طبيعي، يجوز لانه اني مراه فهي سيكولوجيا تنعكس على اللوحه. بس دائما حتى وان ارسم المراه باعمالي تشوفين الرجل إلى وجود يعني حتى من خلال المرأة، يعني وجود التعبيرية الكبيرة بالعمل هي تعبيرية للرجل بوجود المرأة بالعمل. يعني هي أساسا يعني المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة، فأكيد المرأة تحضر بأعمالي لأنه هي أساس الحياة والعطاء. ذكرتي انه ترسمين بالليل الصبح قد تقرأين اللوحه قراءه اخرى، مرات او مو مرات كثير من الفنانين يقولون احنا تنولد الفكره ببالنا لكن من نوصل للفينش مال اللوحه نباوع عليها نلقي فكره اخرى خرجت من عندنا، عكس اللي او مو عكس غير اللي ارتئينا انه نبتدئ الرسم بها. برايك هذا يعتبر فشل للفنان انه ما قدر يحقق الغايه والفكره الاولى اللي كانت بذهنه، او هو ابداع من نوع اخر؟ لا بالعكس، لا شوف اني ضد مبدا الفشل بالانجاز. حتى أنا دائما أوصي طلابي أقول لهم أنه من ترسم عمل لا تستهين بهذا العمل. أو تجي عندي طلاب متمكنين بالواقعية من يجي يرسم عمل بعدين أكتشف أنه أنا بين ما يعني انشغلت بشيء معين ألقي لاغيها. تعرف الفنان أحيانا عنده نوع من الجنون، يعني جنون بسيط يعني. فأجي ألقي لاغي العمل بأكمله مع أنه تعبي لمدة أسبوع مثلا. فأني أرفض هذا الموضوع، أقولهم أنه أي منجز يطلع عندك، المنجز أو اللوحة تطلع بشكل آني، ما راح تتكرر عندك بالمستقبل مستحيل. صح. أي لوحة ما تشبه لوحة. مرات يجي الفنان يستنسخ عمل مع من عمل آخر، لكن أقولهم هذا العمل مستحيل حتى وإن كان كوبي بيست عن هذا العمل ما راح يكون يشبهه، لأنه نوجد في وقت يختلف، في مزاج يختلف، في حالة نفسية ربما انعكست على العمل. أيضا حتى الخطوط والألوان، فبالتالي مستحيل حتى وإن سويت لك كوبي بيست ما راح يتكرر مثل ما كان في لحظة الآنية. فالعمل أقولهم اتركوه فترة وبعدين ارجعوا عليه، لأنه الفنان مزاج يعني، والإنسان عادة مزاج. فالفينيشينج مثل ما أنت قلت هو أساس كبير يعني. يعني مرات احنا نرسم عمل وكلش فرحانين ببدايته ووسطه ونهايته، بعدين من تجي على الفينيشينج تلقي صعوبه. اصعب شيء بالعمل الفني هو الفينيشينج اللي هو انهاء العمل، اللي هو الرتوش الاخيره مثل ما احنا نقول. فمرات يفشل الفنان فعلا بانه يسوي فينيشينج صحيح. انا عاده يعني اتكلم عن نفسي اترك العمل، لانه العين احيانا تصعدها تشبع واشباع. فأترك العمل فترة وأرجع عليه ألقي هواي أشياء متغيرة عندي، أو أتركه من بعيد، مرات أتقرب حسب رؤية. فتصير عندي كثير من اللحظات اللي هي لحظات غريبة، مرات أتركه وأبلش بعمل آخر وهكذا. أنت هاوية للفن أم دخلتي للفن بالصدفة أم ماذا؟ لا أبدا مو صدفة يعني. أنا وعيت عديني لقيت نفسي أرسم، وكنت دائما اللي شجعني أنه أهلي من أرسم على الجدران بالبيت أو على الملابس أو على دائما ألزم إيدين الأطفال وأرسم عليها، فكانوا يشجعوني على الانبهار اللي كان يصير عندهم أنه الله، فهذا شجعني. وبعدين أنا كنت أحلم مع هذه الفنون دائما أنه أدرس، وبالتالي دخلت عمر كلش صغير وأني أدرس 13 سنة بلشت يعني بالدراسة بدراسة الفن مع هذه الفنون. وكان من حسن حظي أنه الفترة الذهبية كانت كبار الأساتذة بداية التسعينات. أمثال
مثل سلمان عباس، أمين عباس، سهيل هنداوي. كنا ندرس احنا تشكيل عام نحت وخزف ورسم وجرافيك، كل انواع الفنون حتى اعمال يدويه. نعم. فبعدين الحمد لله يعني من حسن حظي انه سواء بالاكاديميه كنت الاولى على المعهد، فتحولت الدراسه على المرحله الثانيه مباشره. فايضا بالكليه درسني الاستاذ وليد شيت وحسام عبد المحسن، وكان من فنانين يعني للاسف مرات الاسماء من جمله هذه الاسماء او غير اسماء يمكن منى، بما تاثرت من الفنانين سواء المحليين او العالميين؟ يعني ما اعرف، اني دائما اقول انه اني ما احاول ارتقي انه اجرب باستمرار، فما احب اتاثر، لكن اكيد هو التاثر باساتذتك يمكن من ناحية الدافع يعني خلقوا عندنا دافع لحب الفن. أنا أذكر كل لحظة كان يعلمنا بها أستاذ سلمان عباس، وأذكره بالذات هالشخص هذا لأنه كان إنسان وفنان بمعنى الكلمة، ولأنه استلمنا في أول سنة كانت في تخصص ثالث رسم، إحنا بالثالث نتخصص عادة بالمعهد، فأول ما تخصصت هو استلمنا، فكان نعم الإنسان والفنان، حببنا بالفن التشكيلي، حببنا بالفن للفن وليس الفن للحياة. تشوفوا هذا الموضوع اللي صار يعني يخلقون عندك الدافع، اما تاثرا فاني دائما اقولهم اخلي هذه اللي هي اللي خلوها للخيول اثناء السباق، من عندي تجربه بس اشوف لي قدام، بعدين من يطلع المنجز عندي او المعرض اسمع النقد. طيب اكثر اللوحات حبيتيها، اكثر الاعمال والرسوم انت رسمتي وكنت راضي عليه وقلتي انه هو فعلا هذا عبر عن ما بداخلي وعن حقيقه فني والواني ومزاجاتي والى اخره؟ شوفي، هو هذا السؤال دائما اسال عنه، انه هل حسيتي بانه هذا العمل انت راضي عليه 100%؟ اقولهم عمري ما رضيت على عمل 100%، دائما يصير عندي اكو انه هذا العمل ينقصه في شيء. من توصل الى مرحله الاكتمال بالاحساس راح تحس انه انت فشلت. دائما ينقص هذه اللوحه في شيء، احاول انه اكمله بالمعرض الجاي او بالتجربه الجايه، وبالتجربه الجايه ايضا اسقط الموضوع، احس انه محتاجه انه هو ماكو اصلا الفن والابداع ما له نهايه أصلاً نهائيا، ماكو احساس بالمثاليه. صحيح ابدا، توصلين الى الاحساس بالمثاليه، النرجسيه والمثاليه، النرجسيه وداء العظمه، انا اصلا راح يتوقف حتى الابداع راح يتوقف. صح، انا عندي طلاب احيانا عنده فد نوع من الامكانيه، شوفي اقول لا تنتشي، من تحس بالانتشاء ولا هذا راح تحس انه انت فشلت بعدين، فلازم لا هو هذا هم من حقه يعني ينتشي ولو لوهله، بس ما يظل متاثر بي يعني احساس بداء العظم انه انا ماكو احد وخلاص اكتمل عندي. لا، لانه انت دائما تتعلمين، هو الفن وخصوصا هسه فن ما بعد الحداثه وما بعد بعد الحداثه يخلقون اشياء ويبدعون اشياء، صار حتى يستخدمون جسد الانسان الان بالجو يعني بالطبيعه، صار حتى خرجت عن مألوف اللوحة ومألوف القماشة. طيب الطلبة والتدريس، وأنت تدريسية، كيف تنظرين إلى واقع الدراسة في المعاهد والكليات الفنية اليوم، واقع الفن التشكيلي في العراق على سبيل المثال؟ والله حقيقة احنا عانينا بمعهد الفنون، يمكن يأيدني أغلب اللي يسمعني من أساتذتنا، عانينا لأن تعرف مجتمع أحيانا يختلف معاك بوجهة النظر، أنه الرسم أحيانا يأخذوها من مبدأ الدين ومن مبدأ، بس الحمد لله إحنا أنا أشوفها من مبدأ إيجابي، أنه إحنا في المعهد تكاتفا مع الفنانين الحقيقيين والأساتذة الحقيقيين قدرنا نخلق فد شيء، قدرنا إحنا كل واحد من يعني شلون نقول بشيء دافع ذاتي، أنه نخلي الطلاب يحبون الدراسة ويحبون، لأنه الأستاذ هو اللي يسحب الطالب. يعني أنا أشوفه من حبك أنت للفن، حبك للدراسة الفن هي اللي تحبب الطالب. أما من يشوفك الطالب أنت ما مهتم هو بالتالي ينعكس عليه فتشوفه. فالحمد لله أنا أشوف الواقع الآن شوي أفضل من السابق، لأن تدري إحنا مثل ما يقولون العافية درجات، إحنا اللي شفناه مو هين، بالتالي نحاول أنه نطور ونحاول أنه كل واحد من مكانه. منى مرعي، إحنا نتمنى لك الموفقية حبيبي، وشكرا جزيلا لك. أنت أستاذة وأستاذة بالفنون وبالرسوم وبالألوان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، تحية لكل الكادر اللطيف، وأهلا وسهلا مشاهدينا. وأيضا ننتقل إلى مواضيع أخرى، شاب يتحدى الإعاقة بتفوقه بالدراسة والحياة، الزميل أنس عادل رح يأخذنا بهذا التقرير لنتعرف على حياة الشاب المثابر. قصص معاناة هذا الشعب تختلف من شخص لآخر، لكن نتيجتها متشابهة، إما موت
أو حياة ميتة، غير أن الأمر مختلف بعض الشيء مع الشاب مصطفى الذي حرمه الرصاص الطائش التوكؤ على أطرافه السفلى كأي إنسان سوي. فإرادته الصلبة ويقينه النابع من عمق قناعته بالقضاء والقدر دفعا به للاحتيال على الواقع، وها هو المشهد أمامكم يظهر صورة دراجته المتواضعة ذات الثلاث عجلات. كان الفتى المعاق جسديا المتوازن عقليا، كان قد وظفها لقضاء حوائجه كبديلا عن أطرافه المسلوبة. نهاية 2004 بيوم 30/9/2004 صارت مواجهات بين الشرطة مجموعات إرهابية، يعني نتيجة هذه المواجهات ما أعرف شنو سقط علي قنبلة ما أعرف شنو. فهذا الحادث أنا كنت نايم يعني بالخارج قريب على باب الدار، ما أعرف شنو سقط علي. هذا الحادث أدى إلى قطع أطراف فوق الركبة. هذا الحكي بثنتين بالليل، بعدها تم نقلي للمستشفى وعلى أثرها فقدت أطرافي. كانت عمر تقريبا 13 سنة، يعني بالمرحلة بالمتوسطة بالأول متوسط. كملت يعني حياتي، عشت حياتي. يعني أنا مؤمن بالمقولة إنه الإنسان يعيش حياته مثل ما يريد مو مثل ما تريد الناس، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك وإرضاء الله غاية لا تترك، ومن يريد الفشل فعليه إرضاء جميع الناس. لهذا الحمد لله والشكر كملت الدراسة، وصلت لسادس إعدادي، تخرجت من عنده ب2010. بعدها دخلت الجامعة المستنصرية بكلية العلوم السياسية، خرجت منها 2014. مصطفى الذي يمتلك عقلا حرا يأبى أن يكون صيدا سهلا للطغاة والمستبدين، وها هو رغم عوقه يزاحم المتظاهرين، يعلن تضامنه ويرفع قائمة مطالبه بيديه اللتين تولتا مهام قدميه، كل ذلك لأجل إيصال رسالة مفادها نحن نستحق الحياة. تفاجأت بأنه الدولة بقانون وزارة التعليم أكو ثغرة، هذا القانون ضحايا الإرهاب، وأنا مشمول بقانون ضحايا الإرهاب وحصل التقاعد، إنه مقعد الشاب المعاق أو المتعرض إلى حادث إرهابي ما له حق بالاستثناء، الاستثناء يذهب للورثة. خرجت للتظاهرات، ومن بدأ الأمر يطلع للإعلام ينكشف، وفعلا حصلت اعتراف على من رئيس اللجنة القانونية واعتراف من نائب ثاني بأن هذا القانون به خطأ. بهذه الأثناء بدأ شخص يراسلني على مواقع التواصل الاجتماعي وذكر بأنه مراقبني ويرسل لي الصور يصورني وأنا ما أدري بوسط المتظاهرين. بعدها التقى بي بمكان معين بالمنطقة، طلب مني أنه ما بعد أخرج التظاهرات، يعني كون تظاهرات مسيسة تابعة لجهات أخرى وحادي، يعني أنه يمكن أن تستغل. فلهذا بعد أنه ما أخرج بالتظاهرات، وطلب مني أنه أجلس في البيت، ووعدني بأنه مشكلتي ويا وزارة التعليم تنحل، وفعلا تم حل المشكلة وراء أسبوع من وعده. بالرغم من اللي الحالة اللي أنت بيها، لكن شفناك بساحة التحرير، شفناك بأكثر من مكان أنت ويا المتظاهرين. إيه، أنا خرجت كمواطن عراقي غير على بلده، وانتمائي فقط لبلدي وما أعترف بالانتماءات الأخرى، هو هذا سبب خروجي للمطالبة بالإصلاح ومحاربة المفسدين. والحد الآن الحمد لله والشكر ما رأينا أي إصلاح. طالب الماجستير في كلية العلوم السياسية وجه نصيحة لشباب المجتمع قال فيها: لطلاب جامعة بغداد وطلاب الجامعة المستنصرية بأنه حان الوقت للقيام بثورتكم البيضاء، فأنتم أملنا في التغيير، أما بالنسبة لساسة الفساد فإن شاء الله نهايتكم قريبة على أيدي الشعب العراقي. ولأن روحه تحمل براءة نقية كنقاء قلبه، نراه يوثق بصورة سيلفي لحظات تواجدنا بقربه زائحا عنا التعب الذي تملكنا
طوال النهار. ليس من الضروري أن تكون عظيما لتحلم، ولكن عليك أن تحلم لتكون عظيمة، وهذا ما يؤمن به مصطفى الذي يدرك في قرارة نفسه أن نجاحه وإبداعه ولدا من رحم معاناته. أنس عادل، قناة المدى، بغداد. ألف تحية لكل شاب مثل هذا الشاب المثابر الصابر الأبي، وألف تحية لكل شبابنا وأولادنا ونسائنا وأطفالنا اللي دا يتعرضون لكثير من المأساة يوميا ولحد هذه اللحظة بالموصل، ببغداد، ببقية المحافظات الجنوبية من الشمال إلى الجنوب، الشرق، الغرب، يتعرضون لكثير من المأساة. ونتمنى إن شاء الله أيضا من الأخوة الأطباء أن يكونون أكثر جدية وأكثر مثابرة لكي يراعوا مثل هذه الظروف أيضا، ولا يستسهلون موضوع البتر أو الاستغناء عن حتى لو كان أفر من جسم إنسان عراقي يتحمل الكثير من الصعاب. هذا الشاب أيضا مثال حي على أنه الإعاقة مو نهاية الطريق، وأنه النجاح لا يعرف عقبة أو إعاقة أو غيرها من هاي المسائل. نتمنى له الموفقية بحياته ويكون مثال حي يحتذى به من قبل بقية الشباب. أيضا حيدر، دعني أسلم وأحيي أيضا علي الرسام اللي تابعنا دائما، متابع دائم البرنامج، وأيضا أنوار، كثير من المتابعين بصراحة، ومصطفى وغيرهم. ما تحضرني الأسماء، لكن حاولت قدر استطاعتي أنه أتواصل معكم على الإنترنت وأتذكر الأسماء. أنا أصلا ضعيفة بحفظ الأسماء مثل ما تعرف حيدر. مشاهدينا، منذ تيسر حصولهم على هواتف ذكية واستخدامهم لها كل من يشاهدنا، كل من يسمعنا ونحن منهم، بدأت الجميع يشاركون في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وبالفعل لقد أخذت تلك المواقع والتطبيقات حيزا مهما من يومياتنا، لا سيما الواتساب، فيسبوك، وأيضا حتى الفايبر، حتى أننا بتنا نترقب اللحظة السانحة التكلم مع الآخرين. وقد تفاقم هذا الموضوع لدرجة أن البعض باتوا ينامون وإلى جانبهم أجهزة المحمول وحتى الشاحنات، وهي شكلات ما اعرف ايش فيها اكسباير، ما ادري ايش فيها. اقول الصدق شنو القصه؟ انا اشتريها اسبوع تبقى وراها تخلص. لا اصلي على اساس ماك على اساس، واحنا مقبره لكل شيء، يعني مو اصلي بيئة العالم. عموما احبت المشاهدين، هل ان الهاتف المحمول اليوم مرض هذا العصر؟ هذا الموضوع سنناقشه اكثر مع ضيفنا بالاستوديو المهندس رامي عادل. اهلا ومرحبا بك رامي. اهلا وسهلا. صباح الخير رامي، شلونك؟ تمام الحمد لله. رامي، بالبدايه انه نحكي على الفيسبوك، هذا الكارثة، بلكي في يوم من الأيام يشيلوه يلغوه لأنه كلش هواية. يعني أنا هاي المرة الألف عن طريق البرنامج لو يسمحوا لي الكادر وكل المتابعين أنه أقول على اللايف أنه أنا ما أمتلك أي صفحة، ماكو بيج، ماكو صفحة للفيسبوك، ما أعرف مني هذه السارة، ما عندي أي حساب على الفيسبوك، ما أهوى ولا أحب هذا البرنامج بصراحة، لأنه يستخدم بطريقة، مع احترامي اللي يستخدمون بطريقة راقية، لكن يستخدم بطريقة ما أعرف، يعني تافهة بصراحة، إنه شربت، أكلت، رحت، نمت صباح إلى آخر. ممكن إنه يستخدم غير برامج كلش حلوة، الانستغرام حلو، ممكن الماركات عالمية، ممكن نجوم، ممكن للإطلاع أيضا، ويكون دايركت أنت معهم، يمكن حتى انتحال الشخصية مي كلش بسيط. لكن أنشاري أسوي يعني للناس اللي يعانون من أمراض نفسية وأنه ينتحلون الشخصية، أكد باللايف أنه أنا ما عندي. نعم، طبعا بالبدايه الفيسبوك انا حبيت اسوي دراسه لي النفسي، يعني انه الغي الفيسبوك واشوف حياتي اثناء الفيسبوك وحياتي بدون فيسبوك. تمام. وجربت يعني اريد اسوي فد، خلينا نقول مقارنه ما بين الفيسبوك يعني الانستغرام مثلا. الانستغرام طبعا اجمل بكثير، بكثير يعني راقي السيرش، حتى اللي البحث لما تدوسين الموجوده المكبره او السيرش راح تشوفين انه الصور والفيديوهات اللي تطلع. صح. حتى ممكن اكو فيديوهات انه عن اخبار ممثلين هم عن نفسهم شخصيا، تشوفين هذا الممثل هو اللي يقول اني مثلا خبر اعتزال شيرين، هي اعتزالها كان عن طريق الانستغرام والفيسبوك. كل الشخصيات المشهورة يعني كانوا فنانين أو حتى لا. بعدين أكو شغلة إذا انتبهت عليها، الفيسبوك يعني لما أنت تبوع على الفيسبوك 100,000 إشارة إلى طبعة إلى رسمة إلى كتابة، يعني تشوه
تتشوش الاعلانات ما تتشوش اذا كان الاستخدام بصوره صحيحه وانت لا احنا ما نستخدم بصوره صحيحه رجاء مو لغرض التسليه مواقع فعلا بها فائده بالعكس هذا التنوع راح يعطيك مزيد من المعلومات بينما الانستغرام اشوفه حيز مغلق وضيق فقط جدا. على المالتي ميديا اللي هي الصور والفيديوهات حتى المقاطع الفيديو ما تتجاوز بسيطة ما راح تتعبك ما تاخذ من وقتك بالضبط. ما تزعجك يعني ممكن حاليا انه يعني اللي يقدر مثلا يريد ينتحر شخصيه احد انت الموقع مالتك معروف انه انت تكتمين فتسكريبت صغير انه انا هذا الموقع الشخصي الرسمي ولا ممكن انه احد بالثانيه باللحظه اللي هي اقل من الثانيه ممكن انت صور فيديو وانا عملتها بهذا الاستوديو نعم. صورت ونزلت على الانستغرام نزلت حاولت قدر الامكان انزل حتى الناس تصدق لانه الفيسبوك اللي الشخصيه هذه الوهميه المريضه نفسيا اللي بدالي صار لها سنين شوف الخلق والواهس اكيد هي عندها طبعا اهداف اكيد هي مستفاده شيء ولا ما معقول يعني وفعلا انه تنزل دائما وتتكلم مع ناس مشكله من داخل الوسط ومن خارج الوسط ومن شخصيات عامة وكلهم مصدقين المشكلة مصدقين لا بالعكس انت تدرين انه راح تسوين سكرين شوت للانستغرام مالتش اي للصفحة تقولين هاي الصفحة الرسمية هي هاي صفحتي على الانستغرام واي صفحة على الفيسبوك هي ما موجودة وحجينة. شلون هذا الانسان عنده طيب اليوم هي وسيلة السوشيال ميديا بمختلف مواقعها اصبح جهاز الموبايل حتى ولا الايباد الموبايل بعد اسهل من نعم. اللابتوب نسيت احنا كنا نزلت اللابتوب قمنا ما نعبر الديسكتوب ومباوه شنو هذا الديسكتوب لابتوب حتى اللابتوب نهيناها مضبوط مساله الهاتف المحمول رام اللي هو محور حلقتنا هذا اليوم كيف يؤثر على الحاله النفسيه للمستخدم بالبدايه الهاتف المحمول هو مو فقط هاتف اتصال حاليا صار بين شخص وشخص او تسمع اخباره او تعرف ما يعني مثلا تتواصل وياه فقط اصبح الهاتف المحمول حاليا هو متعدد الوظائف هو المفكره هو الكاميرا هو الحاسبه هو بالضبط الحاسبه هو الكالكوليتر الحاسبه الشخصيه اللي تحسب بها حساباتك الرقميه صحيح. هو مو بس هاي هو المنبه اللي يوميا الصبح طبعا احنا سابقا جريده مجله صحيح جريده او مجله تلفزيون كل شيء هاي هذا طبعا هو الشق الثاني اللي راح نحكي بيه انه مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظهرت بالهاتف المحمول لكن مو بس هاي حاليا دي يستخدموها حتى ايضا مرايه يعني طلعوا كاميرا مرايه هو المرايه فاصبح هو متعدد الوظائف كل وظيفه منها ذني كانت تاخذ من حياه الانسان فد دقائق من يومه او فد مثلا ثواني اجمعهن هذن كلهن في هذا الهاتف المحمول فطبعا راح تزيد الوقت راح يزيد المساحة اللي مخصصها أنت ليومك بهذا الشيء فأنت ممكن شخص أنت تشوفه على طول يستخدم الهاتف ممكن أنه هو يريد يحسب فد رقم يعني مثلا يصرف مثلا العملات الأجنبية أو ممكن يسمع أخبار أو ممكن يريد يراسل شخص أو ممكن يرسل إيميل حاليا ناس شغلهم اللي هو خلينا نقول الجوب المهنه مالته هو على الهاتف مثلا اللي اصحاب المطاعم الدليفري او اصحاب الهاي طبعا هو حيكون يتصل اكثر من الشخص الاعتيادي باستقبال الطلبات يعني مثلا او مثلا اكيد كل عمل او كل مهنه او كل شركه لها فد رقم مخصص من تتصل عليهم اكيد يستخدمون الهاتف فأصبح هو الهاتف هو أكثر شيء يأخذ يعني حتى يمكن بديل عن التلفزيون قلت شعبيته اللابتوب مثل ما ذكرت حضرتك اللابتوب أولا تأخذ عندما تشغلها تأخذ وقت من عندك دقائق وأطفائها أيضا يأخذ بالإضافة إلى مشاكلها أنه تحتاج إلى شخص شوية متمكن من الحاسبات مو أي شخص بينما الهاتف ممكن يعني كل الأعمار كل المستويات ناهيك عن الألعاب الجيمز اللي دخلت حاليا الناس يمكن يريد يسلي نفسه أو مثلا أرق يمكن أنه أثناء النوم شوية يلعب جيمز لحد ما أنه يغلب النعاس وينام بس المشكلة أنه يأذي يعني قامت تأذي لا يعني هسه أنت تقول أنه هو بالعكس هو استثمرنا من الوقت بس المشكلة هذا الاستثمار مال الوقت يعني قول فتح صيلت باليوم 10 ساعات استثمرنا من الوقت ممكن من هذني يعني الامور الحياتيه اليوميه اوكي نفس الوقت هذا دنكبه على الموبايل هنا انا ايضا همينا ما استثمرنا الوقت هو بصوره هو صحيحه يعني هي سوله هي عاده هي تعويد ادمان ادمان نعم بالضبط انا اوافقكم موضوع الادمان لانه هو
فشيء صغير يعني. حتى اكو صور تداولتها كثير مواقع التواصل الاجتماعي انه كانوا قبل الناس لما ينتظرون القطار، هاي في مدينه اليابان موجوده الصوره، انه يعني جريده او مجله يسلي نفسه. موجوده الصوره ايضا انه يعني هاي سنه يمكن خمسينات او في عقبه الستينيات. نعم. هسه حاليا لا، هسه حاليا كلهم كامشين التاب او الموبايل وبين ما ينتظرون القطار يجي. احنا حاليا هسه من كثره الازدحامات اللي بالشارع ايضا الواحد يريد يسلي نفسه، او مثلا اثناء انتظار لما يسوي معامله في دوائر الدوله. اذا تبقى على استخدامك لهذه الاجهزه الذكيه، استخدامك عليها والمواقع اللي تستخدمها، يعني ممكن تاخذ معلومه، ممكن شيء يطرا على بالك، ممكن تسميه، ممكن كثير. على فكره يعني مثلا البارحه تكنوقراط حبيت انه اتوسع بهذه المعلومه، حبيت انه اعرف شنو اصولها، شنو اساسياتها الى اخر، مجرد كبسه على الجوجل وصلت لها. وايضا حتى راح ابدا اتابع هذا الموضوع أو مع ضيف راح يكون ويانا ايضا في صباح الخير، كله عن طريق الموبايل. انا لحد يعني مثلا استخدمه بالاشياء العلميه، مثلا كديكشنري قاموس. بالضبط. القاموس بدل ما كنا نبحث في القواميس صفحه 1000 وكسور، في قواميس صفحه 1600 و1800 صفحه، حاليا لا، ممكن فقط بتضغط على انه مثلا تعرف الجمله او فشيء او الكلمه يظهر لك اياها في اقل من ثواني. اذا هي سهلت كثير من الامور، لكن ايضا معها اجت كثير من السلبيات. مستوى السلبيات ومدى الايجابيات راح يتحدد طبعا للمستخدم وطريقه استخدامه لهذه التقنيه. شكرا لك رامي. شكرا رامي. شكرا لكل المشاهدين اللي يتابعونا دائما. الى اللقاء. مع السلامه.